ونكشف طبعا الغطا ده، هتلاقي هنا كده زي ما احنا شايفين طبعا النقط اللي هي نازله من الغطا ده، دي زيوت الطياره، دي مهمه جدا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده باذن الله هنتكلم عن الكمون اللي طالع قدام الحمام بتاعنا وفوائده العظيمه جدا على الحمام بتاعنا. اتكلمنا في الحلقه اللي قبل اللي فاتت عن حبه البركه اللي كنا عملناها اول امبارح للحمام بتاعنا. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الكمون وفوائده للحمام. اول حاجه يا جماعه، الكمون بيعالج عسر الهضم عند الحمام. يعني لو عندك اي فرد اذا كان زغلول او فرد كبير عنده عسر هضم، بتلاقي طبعا خاصه عند الزغاليل بتلاقي تحكر فويصله او حاجه زي كده، الكمون بيعالج الحكايه دي جدا وبيساعد على عسر الهضم للحمام بتاعنا، ما بيبقاش فيه تحكر فويصله اذا كان عند الزغاليل او اللصوص الكبيره. بيساعد كمان في تقويه الجهاز المناعي، يعني رافع قوي جدا لجهاز المناعه. لو انت بتدور على رافع مناعه كويس جدا هتلاقيها برده في الكمون، بيساعد على تنشيط الجهاز المناعي وبيقوي جهاز المناعه. طبعا لو جهاز المناعه عند الفرد قوي جدا مش هيبقى فيه اي امراض بتوصل للفرد بتاعك. كمان بيبقى قوي جدا في الجهاز التنفسي، بيساعد على تقويه الجهاز التنفسي بمعنى صح، يعني مفيش اي امراض تنفسيه باذن الله هتيجي الحمام بتاعنا، مطهر وغسول طبيعي جدا للكلى بتاعه فرد الحمام بتاعنا، منشط كبدي للحمام. طبعا لو احنا بندور على مضاد السموم هتلاقيه برده في الاعشاب زي الكمون، مضاد كويس جدا للسموم، زائد ان هو بينشط الكبد بتاع فرد الحمام. وطبعا لو الكبد بتاع فرد الحمام بتاعنا نشيط هتلاقي فرد الحمام بتاعك واقف كويس جدا في السلاجه او في المكان بتاعك، واقف بنشاط وحيويه، زائد ان هو بيشيل اي سموم على الكبد للفرد بتاعنا. مقاوم للفطريات والتعفن في معده فرد الحمام بتاعنا، يعني مش هتلاقي عندك ولا كانكر ولا تعفن في معده فرد الحمام بتاعنا، هيحميها كويس جدا من الامراض اللي هي الامراض الفطريات اللي هي بتيجي للحمام بتاعنا ومش هتوصل له باذن الله نتيجه استخدامك للكمون. دي كده فوائد الكمون يا جماعه اللي احنا عرفناها. ده هنشوف بقى طريقه تحضيرها ان شاء الله مع بعض دلوقتي. اول حاجه يا جماعه، بنجيب معلقه كبيره بنحطها على 2 لتر ميه وبنغلي الميه زي ما احنا شايفين كده في الفيديو، تعليها بالطريقه دي كده وبنسيبها بقى تغلي، وبعد ما تغلي بنطفي عليها. وهنشوف دلوقتي ازاي هنستخدمها مع الحمام بتاعنا عملي باذن الله عشان كلنا نستفاد من الفيديو. بعد كده يا جماعه طبعا سيبها بقى تبرد كده ونكشف طبعا الغطا ده، هتلاقي هنا كده زي ما احنا شايفين طبعا النقط اللي هي نازله من الغطا ده، دي زيوت الطياره، دي مهمه جدا، بننزلها كلها كده اهي. دي اهم حاجه يا جماعه طبعا في اي حاجه انت بتغليها من الاعشاب. بعد كده يا جماعه ببدا اصفي بقى ايه الكمون اللي احنا غليناه اهو، تمام بالطريقه دي كده عشان ما ننزلش البذور اللي احنا غليناها اللي هي بتاعه الكمون في الازازه، تمام كده يا جماعه اهو بنصفه صغيره زي دي كده، وابدا اصفي الكمون بالطريقه دي كده. اهو كده يا جماعه كده لتر اكيد كده يا جماعه. الكميه اللي انا همسك بيها الحمام بتاعنا حوالي 5 لتر ميه. لتر الكمون المركز ده يا جماعه هنحطه على 3 لتر ميه، يعني لو انت عملت لتر يبقى هتقدمه على 3 لتر ميه. بفضيها على الميه اللي انا عاملها اهو كده يا جماعه. بس بالله عليك انزل بس في اسفل الفيديو واعمل اللايك والاشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل فيديوهاتي، تمام. وادي ازازه صغيره كمان نفضيها برضو على الكميه. كده بقى نمسح الحمام بتاعنا زي ما اتعودنا، بنقفل خط الميه ونبدا بقى نشرب الحمام بتاعنا الكمون اللي احنا عملناه. اخلص بقى كده يا جماعه وارجع لكم ان شاء الله. انا خلصت مسات الحمام بتاعي كله، الحمام السايب طبعا بنديله برده الكمون بتاعه، كل الحمام اللي عندك في المكان اذا كان سايب او محبوس بالطريقه اللي احنا عملناها كده مع بعض، عشان زي ما احنا قلنا مهمه جدا للحمام بتاعنا. في كمون طبعا يا جماعه بيبقى مطحون برده ممكن تجيبه وتحطه على الكلفه، بس انا بفضل الطريقه اللي هي بتبقى المغلي، اي حاجه في الاعشاب بتبقى مغليه بتبقى الفايده بتاعتها احسن للحمام بتاعك. ممكن لو انت عايز تقدمه برده زي ما احنا قلنا تعفير على الكلفه برضه ممكن تقدمه بالطريقه اللي هي بتبقى مطحون،
وتعفر بيه الكلفه بتاعتك معلقه كبيره على كل 5 كيلو كلفه. اهم حاجه انك انت تستخدم الكمون ولو مرتين حتى على الاقل في الشهر. دي كده فوائد الكمون اللي احنا قلناها مع بعض، وان شاء الله اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسناش بنهايه الفيديو باللايك والشير واشتراك في القناه، دعم لي ودعم للقناه، ويا ريت تفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.